لشهادة أن لا إله إلا الله عند الموت تأثير عظيم في تكفير السيئات وإحباطها. لا إله إلا الله عند الموت هي مما يدل على حسن الخاتمة، أن يقول العبد عند الموت لا إله إلا الله، كما في الحديث من كان آخر كلامه أي من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. قال لشهادة أن لا إله إلا الله عند الموت تأثير عظيم في تكفير السيئات وإحباطها. قال لأنها شهادة من عبد موقن بها، عارف بمضمونها، قد ماتت منه الشهوات. العبد عند الموت تموت منه شهوات وتتقطع أوصالها، هذه الشهوات التي تتأجج في حال الصحة والفراغ، عند الموت تتقطع أوصالها، كما أن المريض الذي اشتد عليه مرضه وألمه عند المرض والألم الشديد لا يلتفت إلى الشهوة، وإنما همه أن يزول عنه هذا المرض. المريض الذي يشتد عليه ألمه ومرضه فإنه عند الألم والشدة والمرض لا يلتفت إلى الشهوة، ولكن همه أن يزول عنه هذا شنو؟ المرض. هزول في الإنعاش أو مرقدينه وبيجاي بيتألم وبيغادي بيتوجع وصداع وضيق والبطن والرجلين والرطوبة وشنو وهو إلى آخره، ده ما بقول افتحوا لي فيلم أن أشوفه، ده بس همه إن جيت قلت له داير شنو يقول لك بس الله يمرقني من المحل دي وأبقى كويس، بس الألم ده الله يشيله مني. الزول في الموت ما بكون عنده شهوة، شكي لما يقول لا إله إلا الله بتمرق من قلب نظيف ما فيه شهوة. لأن ابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى قال في كتابه جامع العلوم والحكم في شرح للأربعين النووية وأتمها بثمانية أحاديث، قال والآلام والشدة التي تكون في الموت لا تعدلها آلام الدنيا. الموت ده ما تشوف الزول راقد وخلاص بيطلع في الروح انت قالوا يبس كتمة نفس وخلاص مرق، في آلام شديد، آلام شديد مرة واحدة. شكي عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقد ذكرنا هذا الكلام، قال لكعب الأحبار يا كعب صف لنا الموت، قال يا أمير المؤمنين هو مثل شجرة أو مثل غصن شجرة في جوف ابن آدم، عود ودخلوه في بطن الزول. قال ما من عرق ولا مفصل إلا وشوكة معلقة به، العود ده ملان شوك وجوه البطن، وأي مفصل ولا عرق ولا عظم فيه شوكة معلق. قال وكأن رجلا شديد الذراعين يجتذبها فهو يعالجها، فبكى عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وفي صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضع يده في ركوة ماء أو ركوة ماء عند الموت ويمسح بها وجهه ويقول في السكرات لا إله إلا الله إن للموت سكرات. ألم شديد في الموت، الألم ده ما بتبقى معه شهوة، لا تبقى معه شهوة، تزول الشهوات. قال لأنها شهادة من عبد موقن بها، عارف بمضمونها، قد ماتت منه الشهوات ولانت نفسه المتمردة وانقادت بعد إبائها واستعصائها
وأقبلت بعد إعراضها. زول مقبل على الدنيا لما نجي الموت بعد مقبل على الآخر. وذلت بعد عزها، تذل النفس عند الموت. كهارون الرشيد كان ينظر إلى السحاب ويقول: أمطري حيث شئت فسيأتيني خراجك. من شدة الملك، ملك كبير جدا، فلما جاءه الموت بكى وقال: يا من لا يزول ملكه ارحم من قد زال ملكه. يعني أنا ملكي ده بزول، والمأمون وغيره. وضع يعني نفسه في القبر أو نظر إلى قبره، قال: احفروا لي قبرا. فنظر إلى القبر وقال: ما أغنى عني مالي، هلك عني سلطاني. إن كان المأمون فيه ما فيه، لأنه ناصر الفتنة التي كانت في ذلك الوقت، وعاد الإمام أحمد أو عذبه. قال: وأقبلت بعد إعراضها وذلت بعد عزها، وخرج منها حرصها على الدنيا وفضولها. الحرص على الدنيا وعلى فضول الدنيا، حرص على الدنيا، على ضرورات الدنيا، المساكن والمآكل والمشارب إلى آخره، وعلى الفضول في الدنيا، الزينة والزخارف. قال: واتخذت بين يدي ربها. زول خلاص سايقينه إلى الله سبحانه وتعالى. انت تخيل انت ماشي ورجع ورا ماف وألم شديد، وفجأة تشوف ملائكة قدامك، أول مرة تشوف ملائكة وأجنحة، وبعد شوية تسمع ملك الموت يقرب من الرأس، بعد ذاك يخاطب النفس، كما في حديث البراء رضي الله عنه في مسند أحمد وفي سنن الترمذي وفي أحكام الجنائز للألباني، ذكره ابن تيمية أيضا في الفتاوى، في يعني تكلم عن هذا الحديث، وذكره وذكر مجموعة من ألفاظه أو ذكر ألفاظه. قال: واتخذت بين يدي ربها وفاطرها ومولاها الحق، كما قال تعالى: ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق. قال: واتخذت بين يدي ربها وفاطرها ومولاها الحق، أذل ما كانت له وأرجى ما كانت لعفوه ومغفرته ورحمته. الموفق في الموت، الزول في الدنيا دي كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى: يسير إلى الله تعالى كالطائر، زي الطيرة، رأسه المحبة وجناحاه الخوف والرجاء. انت بتحب الله سبحانه وتعالى وتشتاق إلى لقاء الله وتتضرع له وتخضع له وتنكسر بين يديه وتتلمس مرضات الله سبحانه وتعالى وتجتهد في طاعته، فتحب الله محبة عظيمة وتخاف من عذابه وترجو رحمته. ودي أسس العبادة الثلاثة لما ذكر الفوزان أيضا في كتابه العقيدة الصحيحة وعقيدة التوحيد. فذيل أسس العبادة: المحبة والخوف والرجاء. فإذا هيئت المعصية تغلب جانب الخوف، في معصية تذكر الخوف والنار والعذاب، وعند الطاعة تغلب، والتوبة تغلب جانب شنو؟ الرجاء، وعند الموت تغلب جانب الرجاء. في الموت ده تذكر رحمة الله بس، لأنه انت بعد ده مقبل على الله، انت في الموت تغلب جانب الرجاء وحسن الظن بالله سبحانه وتعالى. طيب، قال: وتجرد منها التوحيد بانقطاع أسباب الشرك وتحقق بطلانه.
وتجرد منها التوحيد من هذه النفس بانقطاع أسباب الشرك كالتعلق بغير الله سبحانه وتعالى، وتحقق بطلانه، علم العبد أن الشرك باطل، كان يعلم في الدنيا وزاد يقينا عند الموت، كما قال الله تعالى في سورة الأعراف: حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم، الآن في الموت، قالوا أينما كنتم تدعون من دون الله، قالوا ضلوا عنا، ما في الله بس سبحانه وتعالى، قالوا ضلوا عنا ما فعدا، وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين. عشان كده يا جماعة الزول في الدنيا دي يكون موحد، يكون عقيدته في الله صحيحة، لا يلجأ إلا إلى الله، ولا يستغيث إلا بالله، ولا يدعو إلا الله سبحانه وتعالى. قال: فزالت منها تلك المنازعات التي كانت مشغولة بها، واجتمع همها على من أيقنت بالقدوم عليه والمصير إليه. تبعد دبقد على يقين أنك ذاهب إلى الله تعالى، كما قال سبحانه: قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه جنون ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. وقال تعالى: أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. وقال سبحانه: كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق، من يرقيه، وظن أنه الفراق، تيقن أنه الفراق، والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ، شنو المساق، أنت مقبل على الله سبحانه وتعالى. قال: فوجه العبد وجهته، أو وجهته وجهه، فوجه العبد وجهه بكليته إليه، إلى الله تعالى، وأقبل بقلبه وروحه وهمه عليه، على ربه سبحانه وتعالى، فاستسلم له وحده ظاهرا وباطنا، واستوى سره وعلانيته، فقال لا إله إلا الله مخلصا من قلبه. وقد تخلص قلبه من التعلق بغيره والالتفات إلى ما سواه، قد خرجت الدنيا كلها من قلبه، وشارف القدوم على ربه، وخمدت نيران شهوته. الدنيا دي فيها شهوات مؤلمة، قال لك في الموت بتخمد كلها، واسمع عنده تعليق بعد شوية بيذكر بعد الكلام ده. قال: وخمدت نيران شهوته وامتلأ قلبه من الآخرة، عدا بقى زول آخرة، فصارت نصب عينيه، وصارت الدنيا وراء ظهره. دي حال عجيبة، فكانت تلك الشهادة الخالصة خاتمة عمله، فطهرته من ذنوبه. زول يا جماعة بلاقي الله بالتوحيد ده، الله بيغفر له، زي ما في الحديث في الترمذي كررناه كثير جدا، في الترمذي وفي صحيح الجامع في آخره، عن النبي صلى الله عليه وسلم، عن ربي عز وجل في آخر الحديث قال: يا ابن آدم، إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفر. لاقي الله موحد، والله دي نعمة كبيرة. والموضوع ده خطير يا جماعة، الثبات بيد الله سبحانه وتعالى. تازي القلب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، أنت الليلة مؤمن، بكرة ما معروف في الموت تضايق الضيق والنفس والألم، أزول يقول له لفظة تبقى سبب إلى العذاب الأبدي والهلاك وإلى حبوط العمل. عشان كده الزول يكون خايف في الدنيا دي، ومع هذا يرجو رحمة الله تعالى، ما تسيء الظن بالله أبدا، فتخاف الله وترجو رحمته، وتحب الله وتقبل على الله سبحانه وتعالى. وفي النهاية الله ما بيخذلك، زول لو صادق الله ما بيخذله. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات
إنا لا نضيع أجر من أحسن عمله. الله ما بضيعك ولا بضيع عليك الأجر. طيب قال فطهرته من ذنوبه، أي هذه الكلمة لا إله إلا الله، وأدخلته على ربه، لأنه لقي ربه بشهادة صادقة خالصة، وافق ظاهرها باطنها وسرها علانيتها. فلو حصلت، شوف الكلام ده عجيب كيف، ده في الموت، زول جاوا الموت قال لها اللي جاي بيبكم والأولاد عاينوا والدكتور متحير، وقال له والله يا زول ده السرطان ده دي مرحلة بعيدة، دي المرحلة الرابعة، تاني ما في طريقة، قبيل الأولى دي كان بنشوف، قد دي المرحلة الرابعة تاني بس نتفرج بس، وعاينوا في الكمبيوتر وركبوا لك زي المشبك بتاع الهدوم ده، شفتها ده مما يركبوا لك في أصبعك، شغلتك دي شنو شغلة دي قربت، إلا يشاء ربي شيئا، وإن كان قدر الله ينجيك. وألم شديد وتعب وخوف، وإنت تخيل إنت خايف على الأولاد ورا شايل لهم هم، وقدام ذاته ما عارف، يعني دي فترة بتاع السنوات من يوم بلغت لليلة، هل قلت لك كلمة غضبت الله سبحانه وتعالى؟ هل عملت لك عمل يعني جلب لك سخط الله سبحانه وتعالى؟ هل الله كتبك من أهل الجنة ولا من أهل النار؟ أنت بتكون في تفكيرك الشغلة دي، موقف صعب شديد مرة واحدة، وملائكة تنزل، وموقف عصيب، فكون الله يثبتك في اللحظات دي تقول لا إله إلا الله توفيق عظيم. طيب ولو تكون متيقن بعد ذا الموت جد خلاص بعديت تنفارق ما في رجعة ورا، ابن القيم قام علق تعليق عجيب جدا، قال فلو حصلت له هذه الشهادة على هذا الوجه في أيام الصحة، شهادة دي ما بالوضع ده بقولها في وقت الموت، الموفق المؤمن شهواته تقطعت إلى آخره، لو قال بنفس الوضع ده بتاع قلبه ونفس الحال التي يكون يعني فيها عند الموت، لو قالها في أيام الصحة، الآن في الصحة والعافية، قال لاستوحش من الدنيا وأهلها. لا إله إلا الله دي لو قلتها بصدق في الدنيا في أيام الصحة، قال لاستوحش من الدنيا وأهلها وفر إلى الله من الناس وأنس به دون ما سواه، استأنس بربه سبحانه وتعالى وأنس به، لكنه شهد بها بقلب مشحون بالشهوات وحب الدنيا وحب الحياة وأسبابها، ونفس مملوءة بطلب الحظوظ والالتفات إلى غير الله. يا أغني عن قلوبنا دي، الله يرحمنا، بس الزول إن عنده طفل يشيل هم، هذا يودوه الروضة ولا يخلوه، وده كيف، والفي المدرسة الله يستر ما تطقوا عربية، والامتحانات ويقروا بالليل، والعيان خايف عليه، والبر البلد خايف عليه، والأخوان والأهل والبنات والأعراض والمال والرزق و و و و إلى آخره، ده غير ماشي في الشارع فتن وشهوات، ويأخر الصلاة، والليلة قرأ جزء وبكرة ما يقدر يقرأ وينشغل، وبكرة بعد بكرة راح المستشفى عندنا فلان قريبنا، وبعد يومين ما بعرف كذا، وصاحبي حصل له مشكلة، وجاري بيجاي انشغال وجري جري، نسأل الله العافية. قال فلو تجردت كتجردها عند الموت هذه شهادة، لكان لها نبأ آخر وعيش آخر سوى عيشها البهيمي، أي عيش صاحبها الذي يعيش حياة البهائم إذا انشغل بالدنيا عن الآخرة. قال والله المستعان، قال ابن القيم والله المستعان. ابن القيم لما يقول والله المستعان كلام الفاد ده ركز فيه شديد. بعد ذلك قال ماذا يملك، أي العبد، ماذا يملك من
ماذا يملك من أمره، ماذا يملك من أمره من ناصيته بيد الله؟ أنت بتملك شنو؟ الناصية التي يعني بعدها يأتي الأمر أو عندها يأتي الأمر، اتجه إلى كذا واترك كذا إلى آخره. قال ماذا يملك من أمره من ناصيته بيد الله ونفسه بيده، بيد الله يعني، وقلبه بين أصبعين من أصابعه يقلبه كيف يشاء، أسأل الله الثبات، وحياته بيده، بيد الله، وموته بيده، وسعادته بيده، بيد الله سبحانه وتعالى، وشقاوته بيده، وحركاته وسكناته وأقواله وأفعاله بإذنه ومشيئته، فلا يتحرك إلا بإذنه ولا يفعل إلا بمشيئته. أي شيء عند الله، حتى الحركات التي بتعملها والأفعال والأقوال والقلب والحياة والموت والسعادة والشقاوة والقلوب، ده يحبك وداك يبغضك وده يشاكلك وده يصافيك وده كذا وده كذا، والليلة تفقر وبكرة تغنى، والليلة في صحة وبكرة في مرض، والليلة زهجان وبكرة فرحان، والليلة حزين وبكرة سعيد، ده كله بيد الله سبحانه وتعالى. الناس دي باختصار تتوجه إلى الله، لكن الزول عارف أي شيء بيد الله، وفوق عند الله العظيم سبحانه وتعالى، وتلقى يبحي تحت دار قروش يا فلان كذا شوف لنا حاجة والله، ودائر صحة يا فلان كذا، ودائر زوجة يا فلان شوف لي كذا، وجاته كربة يا فلان الحقنا، وعنده حاجة رايحة نمشي لفلان يشوفه، أي شيء يوكله للبشر الضعفة. هو الزول اللي بتوكل له ده حاجاته ذات الدائرة، هو مش يجيب لك انت حاجاته ذات، ما بيقدر يعملها إلا الله إذن له سبحانه وتعالى وعينه أو إذن له، فما بالك انت تمش له. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله. نحن اليوم بنركز في الآية دي، اليوم نفكر فيها، حسي عليك الله، أنا عندي اثنين أخوان، صباح ده ومعتز ده، وانا مفلس قابضني في شيك، ولو شاء شيك دخلوا البنك لقوا ما في اي حاجه والله، بعدين جو يقبضوني، جو يقبضوني انا معتز ده ساكن لي في بيت بتاع جالوس ومفلس وراكب لي عجله، اعتبره كذا يعني، بس الله يزيده، راكب لي عربيه شغل المكيف اموره ماشيه كويس، بعدين راكب لي عجله وبيته جالوس، وكان جات مطره الجماعه جت اولاده يرجفوا الله يستر، وصبت بيجاي ويلقوها بيغادي بالطشد والى اخره، وصباح ده وزير اجارك الله، ان شاء الله ما تبقى وزير بتورطك بعدين الله يوفقك، لكن في النهايه ده وزير وعربات داخله وعربات مارقه وقروش، وانا اخونا الاثنين بمش ليه معتز ده ولا بجي ليه صباح، مش بجي ليه ده الوزير ده ولا بمش لب جالوس ذاك، ذاك بمش لب كل يجيب ذاته حاجة يا أخي، نحن فترانين، لكن بتمشي لشنو؟ غنيان. أنت الله قال لك الناس كلها فقراء، ما بتصدقوا؟ قال لك يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، خطاب ذاته مباشر، يا أيها الناس أنتم، أنتم ده ما خطاب مباشر، أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. أنا محتاج وأنا فقير، أمشي لفقير زيه ولا أمشي لغني؟ أمشي لغني، فكيف بأغنى الأغنياء وهو الله سبحانه وتعالى. يختفر إلى الله، تسأل الله سبحانه وتعالى. وأسي الناس بقوا إلا من رحم الله، إيمان ضعيف يا أخي المسكين، كان قلت له الله كريم بيزعل، يقولك ما عارف إنه كريم كذا تجيب حاجة، انت وكد عارفه كريم ما تسأله، وكد الله كريم وانت عارف الحمد لله انه كريم، ما تسأل الله وتلجأ الى الله سبحانه وتعالى. انا مرة مشيت مسجد، كنا نمشي كله اثنين الله يتقبل، نمشي مساجد من طرف ساي بس نخش نتكلم،
مرة جانا لنا مسجد في منطقة في العاصمة ده، لكن والله وين ما بعرفه. المهم دخلنا، قام زول يسأل الناس، الزول ده لما بكى يعني الشغلة دي لو عملها لي الله سبحانه وتعالى يمكن يبقى أغنى من ناس الجامع كله. لما بكى يا ناس بتطلعوا القروش، قال لهم وانا تعبان وشنوق، بقى يبكي. والله الذي لا إله غيره. فالزول يلجأ إلى الله وينكسر لله سبحانه وتعالى ويتضرع إلى ربي ومولاه. طيب، قال إن وكله إلى نفسه كان الله ذا ما يتهيش عند الله سبحانه وتعالى، حتى الأقوال والأعمال اللي تبتعملها هذه لا تكون إلا بإعانة الله وبمشيئة الله، والله خلقكم وما تعملون. وده ما معناه إنه الإنسان ما عنده اختيار، عنده اختيار. وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. قال إن وكله إلى نفسه، وكله إلى عجز وضيعة وتفريط وذنب وخطيئة، لأن النفس فيها الأشياء دي. وإن وكله إلى غيره، وكله إلى من لا يملك له ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، نشورا يعني بعثا. وإن تخلى عنه أي ربه سبحانه وتعالى، استولى عليه عدوه وهو الشيطان وجعله أسيرا له، تبقى أسير للشيطان. والزول بيبقى أسير للشيطان ده تراه بس بيأمر بالشر وينهاه عن الخير وينشط للباطل وفي الباطل ويثبط من الحق. قال فهو أي العبد لا غنى له عنه، أي عن الله سبحانه وتعالى، لا غنى له عنه طرفة عين، بل هو مضطر إليه على مدى الأنفاس، على مدى الأنفاس، في كل ذرة من ذراته باطنا وظاهرا. فاقته أي فقره، فاقته تامة إليه. فقرك ده لي الله تام، أنت مفتقر إلى الله في كل شيء، في كل شيء. يا زول إن جاءوا صداع ساي يتجرس، والله إن جاءوا تايف وتساي بس وجع ظهر ونفس وبطن الطم، وتلقاه يدو حقن ويدخلوا المستشفى يعاين للدربات والدنيا ذاته يتضايق، يقول والله إن مت بحالتي دي مشكلة، عندي ذنوب، وإن قعدت كذي دي الألم ده، وسوي شنو ذاته. والله في ناس تلقاهم ممكن امشي الدكتور قبل ما يسجلوا ذاته يخش بس سريع بس يتناول القلا سريع يرقد بس ثاني يقول لهم سجلوا الى اخر تعبان. قال ومع ذلك فهو متخلف عنه، معرض عنه، عن الله تعالى، يتبغض اليه بمعصيته، كانه يطلب بغض الله له، يتبغض إليه بمعصيته، أي يسلك طريق المعصية فيأتيه البغض من الله سبحانه وتعالى، ولو تاب لأحبه الله. شوف الإعراض والمعاصي إلى آخره. قال مع شدة الضرورة إليه من كل وجه، ومحتاج لله ومضطر إلى الله سبحانه وتعالى، قد صار لذكره ناسيا. قليل هسه مننا اللي بيذكر الله في المواصلات وفي الشارع واستغفر واستحضر يا جماعه بالليل والنهار. انت مما تصحى كذي استحضر انك عبد لله، انت مملوك، انت ما تعامل الله بس معاملتنا الله، انا بصلي بس لازم يدوني 10 حسنات و20 حسنه وكذا، انت تطلب الاجر. احنا ما بنقول زي ديلك، انت تطلب الاجر، لكن انت استحضر انك انت عبد لله، انت مملوك، نحن عبيد لله سبحانه وتعالى. رسول عليه الصلاة والسلام علمنا ان نقول عند الهم كما في حديث ابن مسعود رضي الله عنه، اللهم اني عبدك، ابن عبدك، ابن امتك، ناصيتي بيدك.
ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أو عدل في قضائك. لذلك أنت تلجأ إلى الله وتنكسر لله. أنت عبد لله ماشي في الشارع استحضر أنت عبد لله، والعبد يا جماعة ما بخالف سيده، يقول لك افعل تفعل، ما تفعل ما تفعل. وبعدين هو عد لك كرامة عظيمة، بتسمع الكلام ده بعد شو إن أطعته. قال: مع شدة الضرورة إليه من كل وجه قد صار لذكره ناسيا. ما تنسى ذكر الله، يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا شنو كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. قال: واتخذه وراءه ظهريا، هذا وإليه مرجعه وبين يديه موقفه. الله خلقك بيرزقك، تعصي افتح لك باب التوبة، تطيع بنعم عليك، وبعدين عنده الأجر والثواب ويرزقك، وتمرض يعافيك، تزهج يفرج عنك، تجيك كربة ينجيك إلى آخره، وداك والدين وعافية وأمن صحة وشباب وحياة وفراغ ومال وطعام وشراب ونفس واو واو بصر سمع إلى آخره ونعم، ده في الدنيا. وبعدين بعد تموت بكرمك لو طعته. قال: فرغ خاطرك للهم بما أمرت به، أمرت بعبادة الله، ولا تشغله، أي لا تشغل همك وخاطرك بما ضمن لك. الله ضمن لك شنو؟ الرزق. قال: فإن الرزق والأجل قرينان مضمونان. أنت أمروك بالعبادة، واعبدوا الله واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، وضمن لك الرزق، الرزق مضمون والأجل مكتوب. أنت ما حريص على الحياة، قال لك لا أجلك مكتوب، أبشر، كان ما أجلك تم ما بتموت. والرزق مقسوم، مقسوم. قال رب العزة والجلال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو، ما قال الرازق مع أنه هو الرازق، قال الرزاق على صيغة فعال، مش للتكرار، على صيغة فعال، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. الرزاق بيرزقك ذو القوة، وكاوقف أهل الدنيا كلهم ضدك، كادوا لك، الله أقوى منهم، رزقك ده بوصله لك سبحانه وتعالى. زي زول فتح دكان جديد والتجار قاعدين يتفقوا عليه، خسروه وبيعوا رخيص وشنو وكلهم، ولك طفشوه الزول ده طفشوه، الله بيرزقك في نصهم. والله تخش السوق ده في ناس حيروك، تلقى دكانه في زقاق ومحل مكتب كيف والعرش كيف وزنك، وبعدين في محل مفتوحة بتاعت المطر ومروحة لافة ذاتها بالقوة وملانة عنكبوت وبلاوي، وتلقاه ترابيزته مكسرة وقروشه كثيرة جدا، ويوم في الزقاق ده يخشوا له، وناس برا يافطات وناي وقزاز وكذا، ما في زول خاش. الرزق ده ما بيد الله سبحانه وتعالى، والله الذي لا إله غيره. طيب، والله ابن القيم ده ذكر كلام هنا عجيب جدا، هسي بذكره لك بعد شوية. طيب، قال كلام عجيب، وزول أنا قبل قريته، قلت لابن القيم، قلت للدناير كلام مهم ماذا أكرره، لكن تبراكم بتعلقوا لما تسمع. قال: فإن الرزق والأجل قرينان مضمونان، فما دام الأجل باقيا كان الرزق آتيا، طالما أجلك لسه معناه رزقك فيه، هذا من رحمة الله، مش كتب لك أجل طويل والرزق شوية تقوم تعيش فترة جيعان، لا لا، رزق في أجل لسه معناه الرزق لسه. قال:
فما دام الأجل باقيا كان الرزق آتيا، وإذا سد عليك بحكمته طريقا من طرقه، أفهم دي كويس؟ قال وإذا سد عليك بحكمته طريقا من طرقه فتح لك برحمته طريقا أنفع لك منه. قام جاب كلام عجيب، تكونوا انتوا قريتوه. قال فتأمل حال الجنين، الطفل ده في بطن أمه، يأتيه غذاؤه وهو الدم من طريق واحد وهو السرة. ما الفوزان في حفظه الله تعالى الشيخ الفوزان في الملخص الفقهي تكلم عن الحيض إلى آخره، قال لدم فاسد ويخرج. قال فإذا حملت المرأة لم يخرج منها دم لأن الله يحوله إلى غذاء للجنين. قال فإذا ولدت لم يخرج منها لأن الله يحوله إلى لبن قال اشربه الجنين. شوف هنا قال شنو؟ قال فتأمل حال الجنين، يأتيه غذاؤه وهو الدم من طريق واحد وهو السرة، يعني رزقه من طريق شنو؟ واحد. أمه دي ما بتبلع على بسكويت وبخش له جوا بيفتحوا، لا لا، بس من طريق واحد السرة. قال فلما خرج من بطن الأم جوا بس السرة. قال فلما خرج من بطن الأم وانقطعت تلك الطريق، خلاص فكوس شغلة دي، فتح له طريقين اثنين وأجرى له فيهما رزقا أطيب وألذ من الأول، لبنا خالصا سائغا. بقى كم طريق؟ اثنين، مرة يقبلوا على اليمين ومرة الشمال. قال فإذا تمت مدة الرضاع، خلاص فطموا ما قفلوا لي بعد دبابين، وانقطعت الطريقان بالفطام، فتح له طرقا أربعة أكمل منها طعامان وشرابان. فالطعامان من الحيوان والنبات، ما شفته في المطعم قبل يجيبوا لك الشيء بخط لك سلطة بتاعت طماطم عجور، ما شفته. طيب ولبن وموية، زاس يزول يشرب لبن طوال يشرب شنو؟ موية. وزاته إلى خبيته مرات سوا، ديل جابوا بدع ذاته في الأكل، لبن بموز وشنو كاكاو بشنو، يحيروك ذاته. قال فالطعامان من الحيوان والنبات، والشرابان من المياه والألبان وما يضاف إليهما من المنافع والملاذ. بقان أربعة لسه مش قدام. قال فإذا مات انقطعت عنه هذه الطرق الأربعة، لكنه سبحانه فتح له إن كان سعيدا طرقا ثمانية، وهي أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. شوف الحكمة دي، قدر ما تمشي لقدام الباب شنو بتفتح هاي، بس انت ما تتضايق. قال فهكذا الرب سبحانه، هنا قال طرقا أربعة أكمل منها وذكر الطعامين وذكر الشرابين. قال فهكذا الرب سبحانه لا يمنع عبده المؤمن شيئا من الدنيا، شوف الكلام ده عجيب كيف، لا يمنع عبده المؤمن شيئا من الدنيا إلا ويؤتيه أفضل منه وأنفع له، أو يؤتيه أفضل منه وأنفع له، وليس ذلك لغير المؤمن، فإنه سبحانه يمنعه الحظ الأدنى الخسيس ولا يرضى له به ليعطيه الحظ الأعلى النفيس. زي الناس كتار تقول لغط بصرك في حور عين هناك، إن سألت سؤال وجواب قلت له أجمل نساء الدنيا ولا الحور العين، وما مؤمن قل لك والله الحور العين، هذول متأكد قل لك أصلا متأكد يا هذول. والطيب ما تغط بصرك هنا عشان هناك تلقى الحور العين وتتنعم وتتقي الله سبحانه وتعالى، لك والله يا صاحب مولانا، لكن برضو آيته
الله يعيننا. والله غاتوا ما عرفنا نلبس نظارات سود ولا نعمل شنو ذاته ولا ندنقر، لا غير تدنقر وتتقي الله سبحانه وتعالى. شيل معاك كتب في المواصلات، شيل كتب ولا الموبايل اللي فيه قرآن ده، شيل اقرأ في المواصلات بترتاح. لكن ما رقد عاين تتلفت يمين شمال زي سواق الركشة مشكلتك بالطول. قال: والعبد لجهله بمصالح نفسه وجهله بكرم ربه وحكمته ولطفه لا يعرف التفاوت بين ما منع منه وبين أو بين ما منع منه، كاتبنا بالضم ما منع منه ولعلها للتأدب، وبين ما ذخر له أو ذخر له، ادخره الله تعالى له في الآخر. قال: بل هو مولع بحب العاجل وإن كان دنيا، وبقلة الرغبة في الآجل وإن كان عليا. زول تلقاه جاري للقريب ده حتى لو كان شنو تحت، ويزعد في البعيد حتى لو كان شنو فوق، تلقى في شغل الدنيا خلاف كمان، تلقيه ساهر وتعبان تقول ليه لك عشان انجح بعدين ارتاح. يعني في الدنيا دي بيدعب صح، بيقدم الراحة بتاعت النوم دي بزيح منها، ليه بتساهر؟ لا يقول لك عندنا امتحان كده غايته، ولا المراجع دي تراه كثيرة، والامتحان ده امتحان فاصل ونحن لازم نواصل وإلى آخره عشان دنيا. لكن في الآخرة تلقاه شنو شغل الآخرة دي، بس يقول لك القدامنا ده بس حلال بناكل حرام بناكل، تراه لي قدامنا شوف الحاصل، وانت ما لخبطتها هنا تشوف الحاصل كيف. وذول عنده زرع بدل يسقيه موية ويراعيه وشوف الآفات وحاربها إلى آخره، أهمله ودخل فيه الشر ويقول أشوف الحاصل قدام. قال: ولو أنصف العبد ربه وأنى له بذلك، ونظر بنظرة الإنصاف والعدل والعقل والإيمان، لعلم أن فضله عليه فيما منعه من الدنيا ولذاتها ونعيمها أعظم من فضله عليه فيما آتاه من ذلك. والله ما تضايق كونه حرموك من شيء، والله إذا فيه فضل عظيم ما تضايق. يقول لك: يا مولانا والله مزوجين مرة غبشة وبيت مكسر وإيجار والشغل تعب والحاج ما بعرف ايه وكله تعب، والنازل جنبنا ما احسن مننا، نازل مرتاحين والنازل كذا. انت ما جايب خبر، انت ما جايب خبر. اللي انت فيه ده يبتلى، والهم فيه ده يبتلى، وربك يعلم ما يصلحك ويدخر لك الخير. وده انت شايفهم سعيدين، هم في آلام وفي تعب. والله الشباب ديل واحدين بيوت عمارات تلقاه يبكي، تلقاه براه يقعد يبكي، مشاكل جوا، آلام ثقيلة جدا ومصايب. ولو قعد معاك حكى لك تخط يدك في راسك. فأشكر الله سبحانه وتعالى ما تضايق. قال: فما منعه، القيم ده والله قال كلام عجيب هنا في الفوائد. قال: فما منعه إلا ليعطيه. مش الله حرم عليك الذهب والفضة في الدنيا تأكل في إناء الذهب والفضة، هناك في الآخرة في ذهب وفي شنو فضة. هنا حرم عليك الحرير، هناك ادخر لك شنو الحرير، هنا حرم عليك كذا، هناك ادخر لك ما هو خير منه. قال: فما منعه إلا ليعطيه. الله كان منعك شيء دار يديك أحسن منه، بس انت أصبر. ولا ابتلاه إلا ليعافيه، استحضر الكلمات دي والمعاني. ولا امتحنه إلا ليصافيه، دارك تلاقيه صافي نظيف عشان يكرمك. ولا أماته إلا ليحييه ويكرمه بعد الموت. ولا أخرجه إلى هذه الدار التي فيها النكد والتعب والشقاء والألم إلى آخره،
ولا أخرجه إلى هذه الدار إلا ليتأهب منها للقدوم عليه وليسلك الطريق الموصل إليه. فجعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا، فأبى الظالمون إلا كفورا. قال والله المستعان. قال من عرف نفسه اشتغل بإصلاحها عن عيوب الناس، ومن عرف ربه اشتغل به عن هوى نفسه. زي ما قال الإلبيري: ونفسك ثم لا تذمم سواها بعيب فهي أجدر من ذممت. من عرف نفسه اشتغل بإصلاحها عن عيوب الناس. زول يا جماعة يشوف عيوبه شنو؟ زول عيبه ضحكه كثير، واحد عيبه الرياء، واحد عيبه الحسد، واحد عيبه الكسل، واحد عيبه البغضاء والغل، واحد عيبه تكسير في الصلوات، واحد عيبه ما بيدعو الله كثير، واحد ما بصلي بالليل، واحد كذا واحد كذا. الزول يشوف نفسه، الواحد فينا يعالج نفسه. قال: من عرف نفسه اشتغل بإصلاحها عن عيوب الناس، ومن عرف ربه اشتغل به عن هوى نفسه، قدم رضا ربه على هوى نفسه. قال: أنفع العمل، أنفع العمل، أنفع العمل أن تغيب فيه عن الناس بالإخلاص، وعن نفسك بشهود المنة، ما يكون عندك عجب فيه، فلا ترى فيه نفسك ولا ترى الخلق، كن بتعمل وانت منكسر وتذلل لله سبحانه وتعالى. وعجلت إليك ربي لترضى. لا دعاه لنفسك، والله أنا ما شاء الله قمت بالليل شغلت يدي نجيضة، لا لا أنسى نفسك وعارف قومك الله سبحانه وتعالى. في ناس كتار نايمين، ولا دعاه للناس، مش قاعد في داخلية في أوضة ناس نايمين جنبك تلكز الكباية عشان يصحوا يشوفوك تصلي، لا لا صلي سائل الله، صلي لله أخلص لله.